السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. كما كتشوفوا معنا في الفيديو ديال اليوم، غادي نحاول نوريكم شنو جبت من كراج علال بدا البيضه. هاد السلعه هادي كل نهار ان شاء الله غادي حيت باش ما يجيش لي فيديو طوال، كل نهار غادي كل فيديو غادي نديرو فيه خنشه. بحال مثلا هاد الخنيشه هادي فيها الملايات، انتما كما كتشوفوا كاين هاد الملايات هادو. من بعد غادي نحلهم لكم ان شاء الله ونفرجهم في الناموسيه باش يبانوا لكم مزيان، اصلا باش نصورهم ان شاء الله باش يبان الشكل ديالهم مزيان. كاين هاد النوع هذا، كاينين بزاف الالوان. كاين جبت هاد الملايات هادو اللي بالمخد، وهاد الخنشه الاخرى هادي فيها دوك الملايات اللي ما كيكونوش معاهم المخد، وجبنا حتى هاد الشكيل هذا. كاين لتحت التشكيل هذا اللي ولا دابا جديد، هادو اللي ولاو دابا دارجين على الموضة، الموديل الجديد جبتهم حتى هما في الألوان. هاد الميكا هادي حتى هي فيها البيجامات، المهم هادي فيها الملابس الداخلية، هادي فيها الشيلان، وهنايا كاين تقاشر وداكشي ديال الريكلام، داكشي ديال البانطوفات ومواد داك البونجات وداكشي ديال الكوزينة. هنا كاينين جليبات. المهم هذا غير فيديو باش نوريكم شنو جبت من كراج علال، وان شاء الله غادي ندير واحد السلسله ديال الفيديوهات يكون فيهم بالتفصيل شنو كاين، وغادي نديكم معايا المحل باش تشوفوا كيفاش غادي نستفاد شي.